جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لدي والدة غير متعلمة، تقوم بالصلاة على شكل غير مطلوب، تقرأ الفاتحة في ركوعها وسجودها ولا تعرف التشهد الصحيح، ودائما أنصحها لكن دون جدوى. تقول: هذه الصلاة كما كان يصلي والدها رحمة الله عليه. وجهني ماذا أعمل تجاهها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تعلمها الطريق الصحيح والعمل الصحيح في دينها، ولا سيما الصلاة. الواجب أن تعلميها الفاتحة، وأن تعلميها ما تحتاج إليه، وأن تنبهيها على الأخطاء التي تحصل منها، ولا تتركيها على جهلها وعلى ما جرت عادتها به، لأنها متعلقة بذمتك. ما دامت أنها والدتك وأنها تجهل أمور دينها وأنت على مستوى أحسن، فالواجب أن توجهي هذه المرأة وأن تعلميها وأن تنبهيها على أخطائها، ولك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تتركيها على جهلها. ثم هي أيضا يجب عليها أن تتعلم منك أو من غيرك، ولا يجوز لها أن تبقى على جهلها، فهي تجد من يعلمها ومن يوجهها. إنها لا تعذر بالجهل مع إمكان إزالته ومع إمكان تعلمها. نعم.